مفيش، كان واقف بيتكلم مع جارتنا وبيقول لها بنتك هي بنتي وانتي ومراتي واحد، وانا ساعتها بقى الشك عماني فتسرعت وافتكرته متجوز عليا. طلع يا حرام كان بينصحها ان هي تاخد بالها من بنتها يا واوي. تخيلي تخيلي انا احرجت جدا. جوزك ده طلع زوج واب مثالي يا ساره، سيف ده مفيش زيه. اه المخبر جابر اللي بعته يراقبه قالي نفس الكلام. طب ما تيجي بقى نحتفل النهارده وننزل نشتري لنا كده كام جوب على كام فستان، خلينا نغير المود. لا لا يا وي ما اقدرش، الشيخ الشريب قال نو شوبينج خلاص. ايه ما تاخديش في بالك يا ستي، قصدي يعني انه كفايه الحاجات اللي عندي في الدولاب. بس عارفه انا متاكده ان في حاجه غلط. استني كده استني، انا سامعاه بيتكلم في التليفون في الريسبشن. اقفلي انا هروح اتصنت عليه يمكن افهم في ايه بيحصل من ورايا. باي واوي باي. يا استاذ مفيش الكلام ده، ابنك كيفه عندي والكيف غلاب، وانا اللي عندي انت مش هتقدر تستغنى عنه. مزاجك ومزاج ابنك بقى عند اونكل سيف خلاص، دي بقت حاجه في دمك انت وهو. جو تنافسني بقى وتشوف لك بديل مش هتقدر يا حبيبي، احنا الصنف الاصلي. لا اللي انا سمعته ده انت بتقول ليه يا سيف؟ خلاص بقيت مجرم. ايه ده؟ صباح الخير يا ساره، انت هنا من امتى؟ وانا اللي كنت شاكه ان تصرفاتك العجيبه دي سببها انك متجوز، طلعت بتتاجر في المخدرات يا سيف. مخدرات؟ يا حلوله. يعني عكتها على الاخر يا مستر سيف، هتضيع مستقبلنا، هتشلوحنا كلنا. هتشلوحنا كلنا؟ هتشلوحنا كلنا؟ وانا مالي يا مستر فاروق، ذنبي ايه؟ ده ولي امر شغال سواق ميكروباص وابنه معانا هنا في الحضانه، وكان عاوز يودي ابنه حضانه تانية والواد شابط ومش عاوز يمشي، فكنت بفهمه ان احنا الصنف الاصلي ومفيش زينا وكده. اه وبعدين قامت ساره يا سيدي افتكرتني بكلمه في صفقه تهريب مخدرات. واقنعتها ازاي انها تنزل الشغل؟ ما البركه في افكارك النيره يا حماتي، اقنعتها ان اعصابها تعبانه من جلسه الشيخ الشريف بتاعه امبارح. نسيته. هو الواد خليفه ليفه لسه ما خرجش من الحمام؟ اصل كل ما يفك ميه بتحييه بلعبه فلبت جوه في الحمام. ايه ده ايه ده فريده باد وورد، مش قلت لك 100 مره ما تقعديش مع الواد شريف ده كتير؟ اه تصدقوا صحيح ان شريف ده بابا طلع دكتور سنان، انا كنت فاكره سواق ميكروباص. امال هو فين صحيح؟ انا مش سامع حسه من الصبح، وده شيء يدعو للقلق. شريف فين؟ كان واقف هنا من شويه وقال لي بص العصفوره، بصيت فوق وسالته عصفوره ايه، ضحك وقال لي لف حواليا، وفتح الباب وجري. ومن ساعتها بلف حوالين كرسي السفره، لما نفسه اتقطع انا كنت فاكرها لعبه، طلع بيشتغلني بيزاولني بيحور عليا يا مستر سيف. بيحور عليك وبيشتغلك؟ طب ليه مستر سيف بقى ما تقول لي يا شبح، قول لي يا فرتكه، في مربي فاضل يقول الكلام ده؟ راح فين الواد ده؟ فكر بطريقته يا مستر سيف هتعرف مكانه، ركز زي ما علمتنا. شهيق زفير. ايوه بقى يا نهال يا ارسطو يا عميقه، خلينا نفكر. شهيق زفير، بس انا عرفت شريف فين، ده ما كانش بيشتغلني بقى، ده كان بيحكي لي على حاجه صحيح من دماغه، ده كان ناوي يعملها. خلاص 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 سالم تعالى معايا، ولا اقول لك بس خليك انت، انا هاخد معايا صديق الدكتور حسن سفريات. يا سيف اللبس اللي انت ملبسه لنا ده، انا لو حد شافني من طقم هيئتي بتدريس في الجامعه فضيحه. وايه اللي هيجيب طاقم هيئه التدريس موقف التكاتك بس يعني؟ وبعدين دي هدوم يا حسن، مالها؟ هو البنطلون بس ضيق شويه ونازل على اضيق، والتيشيرت فيها شويه ترتر ومبين بطنك، عادي مفيش حاجه، ولا عشان الحاجات اللي تحت الحاجات باينه؟ ايه عادي، كل حاجه غريبه يا سيف، حتى قصه الشعر اللي انت عاملها لي دي. تصدق تصدق قصة عرف الديك دي بالخطين بتوع زيدان اللي على الجنب دول لاقين عليك جدا؟ شبح شبح يعني. طب ممكن افهم حاجة دلوقتي، ايه كمية السلاسل والجلود اللي انت لففها حوالين ايدينا دي؟ بس نفسي افهم. دي يا حبيبي اسمها حزازات، هي اسمها كده، هي ما بتجيبش الحظ ولا حاجة، بس ممكن تجيب لك جرب في بشرتك، خاصة لو بتاخد بيها شاور مثلا. طب انا هاخد شاور ازاي دلوقتي؟ يا عم احنا مش هنستحمى النهاردة خالص، ما تقلقش، اظبط بقى التنكر والبس الشخصية عشان ما نتفضحش، احنا اشباع ماشي. حاضر حاضر يا سيدي اهو. عو عو ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت مش بتقول لي اشباح؟ اديني بتقمص الشخصيه يا ابني. اشباح اشباح يعني اللي هو مقطعين بطايقنا مش هممنا حد. آه. مش شايف اللي انا عامله في شعري ولا تشميره بنطلوني ولا البادي اللي انا لابسه؟ آه.
طب ممكن تفهمني دلوقتي احنا جايين هنا ليه؟ بص هفهمك دلوقتي لما التوب ده يجي. يا الشبع يا زميلي، جاي ولا الدور الجاي؟ لا شيء ما نتحرمش، انا بس كنت يعني بسأل على واد صغير كده اسمه الواد شريف. الواد شريف ده واد سيس لسه عاد مطرد، هتلاقيه عند المزلقان قاعد بيبيع شاي على النصب. كان عاوز يشتغل على توك توك بس انا حسيت انه مش مخرجش يعني، فوديته للمعلم نصه علشان يشد الواد ده شويه. انا ما يهمنيش للمعلم نصه ولا واحد ونص. ها بشوقك. شكرا يا زوج. على وضعك يا باشا. عمي يلا بينا يا حسن نروح نجيب شريف. ما تتحركش يا سيف من مكانك. في ايه يا حسن؟ ما هو قال لك اهو على وضعك. انت بتترجم ترجمه حرفيه، شكلي غلطت اني جبتك معايا يا حسن. اهو شريف هناك اهو يا حسن. يعني انت لما تشاور لي كده انا هعرفه؟ وبعدين انا مش فاهم لحد دلوقتي انت جايبني معاك ليه؟ عشان اعرفك على ثقافات جديده بدل ما انت هاجج بدماغك بره على طول. اهو خلاص وصلنا. شريف شريف يا ابني بتعمل ايه هنا يا حبيبي؟ اللي جابك هنا يا سيف باشا؟ المنطقه دي لبش، خد البسكوته اللي معاك دي وروح يا باشا. بسكوته ده قصده عليك يا حسن. شريف شريف حبيبي يلا بينا يلا، بدل ما انت قاعد وسط الناس الغريبه دي. يا باشا دول رجاله وبياكلوا من عرق جبينهم وفاتحين بيوت ولو واخد. يا حبيبي دول المفروض يفتحوا كتب، يفتحوا كشاكيل، مش يفتحوا بيوت. دول لسه فاتحين عينيهم على الدنيا السنه اللي فاتت. نهايته انا مش هقدر اكون بيبي سيتر لكل دول، في ناس تانية المفروض تكون مسؤوله عنهم. يلا بقى ما توجعش قلبي يا ابني يلا بينا. استا انت واخد الواد راح بيه فين؟ الواد ده شغال معانا هنا. مالكش دعوه بقى يا معلم نصه، استاذ سيف ده في مقام والدي. بس يا ضياد انت لا ما تخليش اعمل معاك الجلاشه. بص يا باشمهندس، الواد كاي هنا يكسب قرش حلال. امين امين. يكسبنا معاه تقوم حضرتك بجلاله قدرك كاي واخده وهابق كده سلتي مليتي. طب نزل ايدك كده يا معلم نص عشان ما خليكش ربعه. انت ايه اللي بتقوله ده يا سيف؟ وسع كده. بلاش انت يا حسن. يابا اللي يصحى على ضرب النار مش زي اللي يصحى على اللي مامي مجهزه له الفطار. الواد ده يخسنا وهيروح معانا كلنا، واحنا وقت الخراب بننفخ تراب. ووريني هتاخده ازاي يا زميلي؟ ده كلام ميري ده، خلصنا بطلقه وبدراعنا نسوق اي عربيه وبدماغنا نسوق اجدحه بشريه. يا ابن الايه يا حسن؟ حسن حسن بقولك ايه، استنى كده عاوز اقول واحده من اللي كنت محضرهم قبل ما اجي. اضرب يا زميل. الرجوله عصب مش مص عصب. اركب عم سيف بسرعه. فلسع يلا. ادي يابا جامد قوي. خلاص يا شريف عرفنا انك بتعرف تسوق توك توك بالراحه يا حبيبي، هتجيب لي سكته قلبيه، انا عندي عيال يا ابني. مش هينفع، المعلم نفسه جاي ورانا ومعاه ثلاث تكاتك. ما شاء الله بيسوق ثلاث تكاتك في نفس الوقت. حاسب حاسب الموتوسيكل اللي جاي في وشك. لا 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 هوبا. لا 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 شريف ويلي يا ويل. ادي جامد ادي جامد يا شريف يا شموخر يا جامد قوي. فحيت يا دي يا شريف، فحيت اخر ثلاث حاجات يا زميل. العب جامد قوي. طب 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 ما تنزلنا انا بقى، ما تنزلنا عشان انا مش فاهمكم وبطني قلبت. يا صاحبي يا صاحبي الصحاب فرص مش عجوه وقرص يا صاحبي. ده انت طلعت طاري قوي عم سيف. طب حاسب العربيه البرتقالي. طيب الست اللي معديه الشارع حاسس انها هرجع بالراحه يا حبيبي. خش خش يا دي جامد. طب حاسب العربيه يا العربيه دي مش راجعه حاسب. أنا متشكر جدا يا حضرة الضابط. شريف ابنك ده بطل، العصابة دي دوختنا وراها، سطو وسرقة بالإكراه، ده غير إن هم بيثبتوا الناس في الشارع. شوف أهم حاجة القيم والأخلاق والحاجات التانية دي اللي بيقولوا عليها. مفهوم مفهوم، بس أنت بقى خلي بالك منه لحسن الناس بتقول إنه كان سايق التوك توك بتهور، وبيقولوا كمان إنه لف وعمل حركة في الآخر خلى العصابة كلها تلبس في العربية اللي ركنا. تدريب مستمر يا فندم، بنتعب بنتعب. مع السلامة. سلام يا بطل. سلام يا باشا. طب يا أستاذ سيف أنا لازم أرجع الاسم دلوقتي، ويا ريت تشوف العربية اللي اتخبطت دي بتاعت مين، ولو في أي حاجة كلمني، نمرتي هتلاقيها مع شريف. مع السلامة. شفت يا شريف؟
انت كنت بتعرض نفسك لخطر ازاي ورايح تشتغل مع عصابه؟ بس جدع والله، وقعت الراس الكبيره مره واحده. وهم دلوقتي ما لهمش زعيم، تبقى دي فرصتي. فرصتك ايه؟ ده انا حفرمك لو رحت هناك تاني. بهرج معاك يا عم. وياك تسوق توك توك تاني. ايه المدام صاحبه العربيه جت ايه؟ ايه ده، مش دي مراتك ساره يا سيف؟ يا لهوي تاني، وانا عمال اشبه على العربيه من الصبح. سيف، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ العربيه هو ده اللي انت مخبي عليا طول الفتره اللي فاتت؟ بقيت بلطجي يا سيف؟ لا 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 لا، ثواني ثواني، اديني فرصتي لو سمحتي. شريف، ولا يلا دور المكره. الله، انت مش انت فيش توك توك تاني؟ فكمني. ايوه، وعلي لي الكاسيت ده شويه بقى وطير يا شباب.